شافوني الناس النار ده زوجة لي أمبرو ضفوني الصيف مصطفى صباح الخير قلتي لي غادي ندير لا فورماسيون بالعرب بالدارجة اش بان ليا في هاد القضية هادي اش قلتي غربة تيسولو بغيت باش المغاربة كلهم قراو كما قايش قراو وليت الوضع ديالو وكما غادي بغيتهم يتعلموا هاد المهنة ديالي حيت في الدو ماشي خصهم لا لا يقراو باش يعرفوا يديروا الكريدي سي با فري دابا راه كاينين انا عندي اللي تشجعت حيت عندي الناس اللي خداو لا فورماسيون ديال الدارجة وعرفت تبارك الله عليهم تشوفهم تيديروا داكشي تيديروا انت باش تشوف تيليجرام تبارك الله شنو تيديروا دونك كاين المغاربة عندنا راسي دي جيني وي سون بلو انتيليجون كو موا اي كو توا ولكن ما مشاوش للمدرسة وهذاك السيد اللي تيكون في الطاكسي اللي تيكون تيدير هادي ولا هادي راه تيطيح عطيه غير لا بوسيبيتي باش يفهم مزيان هذاك الشيء علاش انا بقى عرفت باش هذيك لا فورماسيون ديالي فيها 27 فيديو راه درتهم بالدارجه ودابا راه غادي نديرهم اونلاين وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نطلق لو ليا وغادي نتصل بالناس اللي كاينين داك لي بلوكي وداك الشيء نقول لهم يلا ديستريبيي فابور مغاربه كلنا خصنا نعرفوا هاد المهنه مزيان لا فورماسيون غادي تكون غراتويت باش الناس في المغرب كله يعرفوا يفهموا كيفاش هادي مزيان دابا على المغاربة كل حتى هما اللي عندو شي مهنة اللي تعرف يدير شي حاجة في الماركتينغ تعرف يدير شي حاجة هنا في هذا انفوغرافيست كلشي يعلم خوه حتى هاد القضية هادي خاصها تكون فينا حنا المغاربة نتشبعو ونبقاو نبارطاجيو بحال ما تبقاش ديك القضية هادا نخبع هنا سكريمة سكريمة هذا حيت عرفتي فين كاينة البركة حيت اقاطي هانت البركة بحال البركة اليوم جيت الصباح ها هما دو تيسيطو ياك انا جيت هاد ديالي هاد العمس ها ها قول لي بارك الله قول لي هادي الضرابة قول لي واش كاين شي بلاصة في المغرب اللي عندك هاد الضرابة بعدا في العالم ما بقاتش الضرابة وهي تتسارع حنا في المغرب ديالنا راه عندنا الحمد لله الجنة في المغرب الحمد لله هادي راه عرفت ولكن انا عزيز عليا نفكر الناس اللي تيمشيو قال لك مشيو مغربية مغربية ما بعرف شنو هذيك القضية شوف الحمد لله انا تنعرض على المغاربة باش نجمعو كلنا ونكونوا واحد قال نعلم صاحبي دابا انا شفت الناس لي زيتيديون ديالي اللي تيقراو فهمو تيفسرو لخرين وهذا الشيء انا بغيت نشجع فوالا شكرا